Kardeşim ya. Alo. Hele halti. لاز عسلة وشبيب نزلوا وراحوا المطار من زمان. إيه لما كلمتيهم يعني. إنزين نطرين ربع ساعة، لا تحطي نطرين ربع ساعة ودقي على شقتهم. إن شاء الله، مع السلامة. هذا مو شملان؟ مو من عوايده يعني يهدك هالكثر ما يدري عنك. أنا أقول دقي عليه ليكون صاير شيء وياه بأمريكا. تحكين؟ اي طبعا هقى دقي. ايش فيك متنحه دقي؟ الو هلا شملان، انا اسفه بس قعدتك من النوم، فقدتك صار لك كم يوم. معلش والله انشغلت في اختبارات وكذا. تبغي شيء؟ لا. مع السلامة. ايش صار؟ لحق الدبلة. شنو يعني لحق الدبلة؟ بس ايش صار انزين؟ خليني بروحي بس ابعد بروحي بالدار لو سمحتي. لا تجين وراي. ألو؟ أهلا، عسى ما شر. ما قدرت أتكلم، أبويا كان جنبي. مضاوي عندك؟ مضاوي معزومة على العشاء؟ لسه مكلمها. إي أول ما سكرتها منك طلعت. سموحة ما بيك تفكر إن أنا ملقوفة أو شي، بس أنت فيك شي؟ صوتك متضايق. سمعت عن اللي صار لأبوها؟ إيه سمعت أم هيات وقالت إن قبضوا عليه وعليه قضايا نصب. تبي الصدق يعني الفلوس اللي كانت قاعدة تنصرف ترى مو طبيعية. وهي كيف حالها؟ ما فيها إلا العافية، ومتعرفة على جروب منسينها كل شيء. بس لا تحاتي يعني، بقول لها إنك دقيت. يعطيك العافية. يا بخت عينها والله. أحد يحصل له صوتك؟ لو أنا أعافي الدنيا كلها وأجابلك. تصبح على خير.